شكرا معلقنا المتألق كابتن عصام منيسي. إذن انتهت مباراة تحديد المركز الثالث والرابع بفوز فيوفيدينا الصربي على مومبليه الفرنسي بنتيجة ضربات الجزاء الترجيحية 11-10 بعد التعادل في الوقت الأصلي 29-29. بسم الله توكلنا على الله، نستعد إلى مباراة الأهلي وبرشلونة النهائي النهاردة في بطولة قوية. يمكن زي ما حضراتكم شايفين المستوى قوي، مستوى البطولة قوي. النادي الأهلي هو حامل لقب هذه البطولة العام الماضي. السنة دي الأهلي بيلعب فاينل مع برشلونة، وما أدراك ما برشلونة، بطل أوروبا في النسخة القبل الماضية. يعني ثلاث سنين اللي فاتوا هو فاز مرتين، يمكن آخر نسخة لم يفز ببطولة أوروبا، ولكن هو بطل الدوري الأسباني بفارق 18 نقطة عن أقرب منافسيه. لعب 30 مباراة في الدوري الأسباني لم يهزم في مباراة واحدة. فريق برشلونة فريق قوي، نتمنى إن شاء الله مباراة كبيرة من النادي الأهلي كما عودنا. يمكن تعادلنا مع مونبلييه الفرنسي هو اللي ادانا الأفضلية إن احنا نوصل للمباراة النهائية. طبعا قبل ما نتناول المباراة فنية وتحليلية لازم رحب بضيوفي اللي منورني في الاستوديو، كابتن النادي الأهلي ومنتخب مصر الكابتن الكبير كابتن فوزي فضالي. أهلا بك يا كابتن. أهلا يا كابتن، منورنا، وإن شاء الله نشوف مباراة يعني ممتعة النهاردة إن شاء الله. بعد اللي احنا شفناه في المركز الثالث والرابع أتمنى يعني إن شاء الله نعمل مباراة كويسة قدام برشلونة بإذن الله. نرحب بكابتن محمد عبد الله نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق. اهلا بيك يا كابتن محمد. اهلا بيك كابتن هيثم، وان شاء الله تبقى خطوه ايجابيه ان شاء الله في المباراه بتاعت النهارده للفوز بالبطوله باذن الله. خلينا نوضح للساده المشاهدين يعني مشوار النادي الاهلي سريعا حتى تاهله للمباراه النهائيه. يمكن في كان في مجموعه من اربع فرق، وكان في مجموعه اخرى اربع فرق. النادي الاهلي فاز في مباراتين وتعادل في مباراه مع مومبليه الفرنسي، تأهل عليها إلى النهائي. وبرشلونة ناحية تانية فاز في الثلاث مباريات، تأهل الأول والأول من المجموعتين بيتأهل إلى الدور النهائي أو المباراة النهائية مباشرة. الثاني والثاني لعبوا المباراة الثالث والرابع زي ما حضراتكم شفتم منذ قليل. خلينا نروح لضيوفي. يمكن كابتن فوزي النهاردة مباراة قوية، مباراة يعني مع بطل يعني أسبانيا وبطل أوروبا، ويعني من أحد يمكن لم يكن أفضل فريق في العالم. فالنهاردة مباراة قوية جدا، محتاجين ان شاء الله نعمل مباراه جيده. وخليني بس اشير لحاجه، ان اخر لقاء كان في 2015 كان مع برشلونه، كان في قطر، كان في قطر في الجلوبال، وكانت انتهى 2016 بعد مباراه رائعه عملها النادي الاهلي. اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا النهارده انت بتلعب الوحش. احنا فاكر كنا بنتكلم ان فرقه برشلونه هي وحش كره اليد العالمي بالنسبه للانديه، فرقه الحقيقه تقيله جدا جدا. لما نبص في تاريخها هتلاقي حاجات كتيرة قوي قوية، يعني 11 لقب أبطال دوري، ده رقم أكتر فريق خد خرافي. أعتقد أن يعني صعب قوي أن حد يقدر يوصل لـ 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 للرقم ده، لأن الفرقة دي الحقيقة متسيدة تقريبا. زائد أن المدرسة الأسبانية في كرة اليد هي دلوقتي تقريبا اللي متزعمة أو ماسكة الريادة. أفضل مدربين في العالم هم المدربين الأسبان، أقوى دوري هو رقم واحد، ويجي بعده بمسافة كبيرة الدوري الألماني ثم الدوري الفرنسي. فإذا أنت فارق كتير قوي عن أي حد. شرف النادي الأهلي وشرف برضو برشلونة أنه بيلعب النادي الأهلي، يعني أسطورة الأندية العربية والأفريقية. لأن النادي الأهلي ما هوش نادي قليل ولا نادي ضعيف، بالعكس ده هو الزهرة بتاعت مصر كلها. زائد أنه هو معقل لصناعة الأبطال. المباراة مش هتبقى مباراة سهلة على الطرفين. أعتقد العشر دقايق الأولى هي اللي هتتوجه المباراة إزاي. إذا العشر دقايق الأولى كنادي أهلي، أنا هتكلم بقى كنادي أهلي دلوقتي، كنادي أهلي إذا استطاع النادي الأهلي أنه يمسك زمام المباراة، ما يسيبش اللعب يفرط كتير منه، هيبقى عنده فرصة للخطف. لأن أنا هقول بصراحة أنا الرياضة ما فيهاش مستحيل، فيها شيء صعب. نادي برشلونه نادي قوي جدا جدا، لكن مش مستحيل هزيمته. مفيش في الرياضه حاجه اسمها مستحيل. احنا كنا متاخرين فرق خمسه مع مونبلييه وعوضنا الكامباك، كان كويس قوي. بس انا عايز اقول حاجه، مش هينفع جامد في مع برشلونه، لان خبراتهم الحقيقه عاليه. انت لو بصيت لتشكيله التيم هتلاقيها منتخب العالم.
ثلاثة من فرنسا وثلاثة من الدنمارك وأربعة من أسبانيا، يعني هتلاقي. بس خلينا نقول إن أفضل لاعب السلفيني صانع الألعاب في برشلونة مصاب، اسمه دومين ماكون. ده اتصاب اصابه يعني هتبعده عن الملاعب يمكن سنه تقريبا. طيب خليني اخد راي كابتن محمد برضو، لان خلاص لحظات بتهيالي يعني هتبتدي المباراه، ودي طبعا صوره حيه من ارض الملعب. كابتن محمد رايك ايه في مباراه النهارده؟ والله كابتن هيثم، البطوله لو انا قدرنا نبص عليها كده وعلى الفرق اللي هي مشاركه فيها، هنقول احنا بنلعب بطوله اقوى من السوبر جلوب، لاني لما يعتبر فرق من جميع انديه العالم اللي هي ليها باع طويل قوي في مجال الهاندبول، صربيا كرواتيا اسبانيا فرنسا كرواتيا صربيا سلوفينيا بوسنا، دي فرق كلها على مستوى المنتخبات وعلى مستوى الدوريات في اوروبا فرق جامده جدا. فانت يعتبر بتلعب مع مجموعه فرق من اوروبا. لو بصينا لفرقه برشلونه، طبعا الفرقه التوب بالنسبه للفرقه دي كلها يليها فرقه مونبلييه. انت لعبت مع مونبلييه مباراه تقيله جدا، وكنت متاخر فرق 5 أهداف و6 أهداف، وقدرت ان انت تلم نفسك وحاولت ان انت تجاريهم في الشوط الثاني، وصلت لمرحله كبيره قوي ان انت كنت ممكن تكسب. بس طبعا هنقول برضو بس ان انت كنت ان انت تتعادل مع مونبلييه ده في حد ذاته حاجه كويسه جدا. وهو يمكن التعادل دوت اللي خلانا وصلنا للمباراة النهائية. فرقة برشلونة يمكن عارفين ان هم بيلعبوا فريق النادي الاهلي، وعارفين ان النادي الاهلي بطل سوبر افريقي ومن اقوى الفرق في افريقيا، فطبعا هتلاقيهم عاملين حساب كبير برضو لفرقة النادي الاهلي، مش مجرد ان هم نزهة جايين مثلا يهزروا او بتاع، فهيبدأوا جيم اكيد طبعا ما بيهزروش، وهيبقى عندهم عايزين يحسموا الجيم من الاول. فرقه النادي الاهلي نفس الكلام، ممكن يمكن مباراه مونبلييه فرطت شويه في الاول بسبب ان انت ممكن تبقى هايب فرقه مونبلييه، بس يمكن كم مباراه اللي احنا لعبناهم اداهم افضليه بان انت توصل المباراه النهائيه ديت، خلاهم في اقوى تركيز، فان شاء الله يعملوا مباراه كويسه ان شاء الله. خليني بس اشير للساده المشاهدين، يمكن برشلونه لعب 30 مباراه في الدوري او اخر دوري هو كان بطل فيها، سجل 1187 هدف، متوسط 40 هدف في المباراه الواحده، هو يعني افريج عالي يعني بشكل مرعب. تسجل فيه 804 هدف بمتوسط 27 هدف في المباراه الواحده، يعني هو بيسجل 40 وبيخش في 27، يعني ده بيدل قد ايه فريق برشلونه فريق قوي. ده انت عشان تقدر تحكم على اي فرقه لازم تشوف يعني ماتشات كتير، مش ماتش ولا اثنين ولا ثلاثه، احنا بنتكلم على 30 مباراه في الدوري، 30 مباراه في الدوري الاسباني لم يهزم اي مره. اخر ثلاث نسخ في بطوله الاوروبا هو فاز بالنسخه الاولى والثانيه، النسخه الماضيه على طول هو لم يوفق، بس وصل فاينل الحقيقه وخسر من الفريق الماني، ولكن يعني لا اقصد اقوله انه فريق قوي جدا. ولكن النادي الاهلي اخر مباراه زي ما قلت لحضراتكم 2015، النادي الاهلي عمل مباراه كبيره خسر 20-16. اللي فاضل من هذا الجيل من جيل 2015 هو ابراهيم المصري فقط، هو المتبقي من هذا الجيل وما زال بيلعب، يعني هو بيلعب برشلونه بعد مرور حوالي 8 سنوات. كل التوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي. كابتن، يمكن النهارده حراسه المرمى عليها دور كبير جدا، النهارده حراسه المرمى لو كانت موفقه في البدايه هتدينا ثقه، هتخلي الدفاع يدافع ما يهموش. يمكن حراسه المرمى هي اللي كان ليها تيرنينج بوينت في ماتش مونبلييه، وهي اللي ادتنا الاولويه في يعني تصدي الكور فيها انفرادات. شايف النهارده حراسه المرمى ازاي؟ احنا دايما بنقول ان في كره اليد حراسه المرمى كنا زمان بنقول هي 50%، هي النهارده حراسه المرمى اصبحت 70% من مكسبك. بس عايز اقول حاجه مهمه جدا، ان حراسه المرمى عمر الحارس ما بيقدر يشيل الا لو كان الدفاع قدامه كويس، لان الدفاع لما بيبقى كويس بيقدر يقفل زوايا ويسيب زوايا اخرى، فيبقى فرص الحارس فيها اعلى. حراسه المرمى النهارده عدم الاستعجال والتسرع، اطاله زمن الهجمه اكتر. فاكر احنا كنا بنتكلم في المباراه السابقه ان كان معدل الهجمه 27 ثانيه في فرقه مونبلييه، احنا ما كناش بناخد 15-14 ثانيه. لما تعدل الكلام ده في الشوط الثاني انت بقيت ليدنج ورحت عامل الكامباك ثاني. ماتش برشلونه النهارده مش محتاج استعجال،
محتاج الناس تبقى هاديه وراسيه، عارفه انها بتلعب فرقه لها وزنها وثقلها، وده انا شايف انها تجربه كويسه جدا 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 لفرق النادي الاهلي. المفروض دلوقتي لازم نلعب مستويات بالشكل ده عشان نقدر نطور من مجموعه الشباب اللي هم موجودين دلوقتي في فرقه النادي الاهلي. خليني برضو اقول حاجه، يمكن النادي الاهلي هو حامل لقب هذه البطوله، السنه اللي فاتت ما كانتش بالقوه اللي موجوده دي بالظبط يا كابتن، ما كانتش بالقوه اللي موجوده دلوقتي، ولكن انا بس عايز اتكلم عن بعد نظر يعني اداره النادي الاهلي بقياده كابتن محمود الخطيب، بعد النظر ان احنا نشارك في بطوله زي دي من مجلس الاداره والنشاط الرياضي كابتن خالد العوضي ايضا، ان انت تشارك في بطوله زي دي، بطوله بتتطور بشكل مرعب، يعني السنه اللي فاتت ما كانش فيه الفرق دي، السنه جاي اتصور السنه اللي جايه لا هنلاقي مشاركه كثيفه وكبيره وهيبقى شكل تاني للبطوله دي. يعني قصدي اقول انه النهارده النادي الاهلي ليه رؤيه، النادي الاهلي لا يتوقف عن دعم فرقه رياضيه، كان ممكن النادي الاهلي يقول لك النهارده انا فرقتي السنه اللي فاتت عامل موسم كويس، عندي موسم تاريخي في الالعاب الاخرى، انا كده تمام اخد نفسي سنه ولا اتنين ما ادعمش، كفايه جدا كفايه جدا كده، ولكن النادي الاهلي على مستوى الالعاب الاخرى وهنتكلم عن كره اليد النهارده، دعم بصفقات جديده بناء على ترشيح المدير الفني مستر ديفيد الاسباني. النهارده كمان النادي الاهلي بيلعب من غير محترف اجنبي، النهارده النادي الاهلي ما فيش محترف اجنبي في صفوفه، معنى كده ان الرؤيه الفنيه ان هو مش محتاج، اللي موجودين كويسين وموجودين شايلين، النهارده بيدعم فنيا الفريق بمعسكر في بدايه الموسم بالقوه دي وبالشكل ده، في شهر هترجع بعد كده هيبتدي دوري المحترفين 1/9، بعد كده هيتوقف عشان تروح تلعب بطوله العالم في مدينه الدمام في المملكه العربيه السعوديه الشقيقه، يبقى كده انت عامل بدايه كويسه، عندك 7 بطولات السنه دي، فهو ده النادي الاهلي. يمكن كثيرين مش هياخدوا بالهم من النقطه دي، ان النادي الاهلي النهارده بيدعم فرقه بشكل كبير في استابيليتي في شكل الدعم، سواء فني سواء يعني يمكن الطايره، انا بقابل ناس كتير جدا في الشارع وبيوقفوني يا كابتن الطايره، النهارده النادي الاهلي بيحط الفريق على الطريق الصحيح. كل ما بيبقى في عندنا مشكله في النادي الاهلي بتلاقي الاداره بتتدخل، الاداره بتحط الفريق على الطريق الصحيح سواء بدعم فني، اجهزه فنيه، لاعبين، معسكرات، وهو ده النادي الاهلي، وفي الاخر المنظومه دي كلها تخدم الرياضه المصريه والمنتخبات القوميه. كابتن محمد يمكن اتكلمنا عن حراسه المرمى، نتكلم النهارده عن دور الدفاع، يمكن قلب الدفاع عندنا مهم جدا، المدافعين والتفاهم ما بينهم، شفنا لاشين عمل مباراه جيده جدا دفاعيا المباراه اللي فاتت، شفنا كمان المصري طبعا عمل مباراه جيده ولكن تعرض مره او اتنين للطرد اتنين، يعني النهارده الدفاع بيكمل حراسه المرمى، شايف هو ازاي هو كون ان ممكن يتعرض لطرد، ده وارد ان اي لعيب ممكن يطرد في اي وقت. صحيح. كابتن هيثم ابراهيم المصري طبعا ما فيش كلام عليه ان هو يمكن صخره موجوده في دفاع الاهلي، حته التوجيه بينه وبين الناس اللي بتلعب جنبه دي مهمه جدا، وان هو ينقل خبراته للناس اللي بتلعب جنبه زي عمر زي لاشين وزي عبد الرحمن فيصل بيبقوا موجودين، وفي جد وبرده لعيب واعد برده بيشارك برده مع فرقه النادي الاهلي، فكون ان هو ينقل خبراته للناس ديت هتعمل فارق كبير قوي. بس اللي انا عايز اقوله ان ما ينفعش الجيم يمشي زي ما حصل مع مونبلييه، ما تسيبوش لازم نمشي على طول ند بند من اول مباراه. نعم. لان فرقه برشلونه خبراتها عاليه جدا، وزي ما قال كابتن فوزي هي بتلم لعيبه كتير على مستوى العالم، فانت بتلاعب يعتبر منتخب العالم في صوره مصغره، لو انت مش هتقدر تجاريه هيركب مش هينزل، فلازم على طول من اول مباراه تبقى عامل حساب ان انت تقدر تظبط دفاعاتك، تقدر تستثمر كل كوره ممكن توصل بيها للمرمى، تعرف تجري عليهم هجوم خاطف يساعدك في ان انت تعرف تدافع عليهم لما ترجع، هو كل الحاجات دي تبقى موجوده من بدايه المباراه، زائد حراسه المرمى طبعا عليها عامل كبير ان يقدروا يساندونا ويشيلونا في اول مباراه، هتبقى العمليه ماشيه كويس ان شاء الله. التركيز اهم شيء كابتن فوزي، يمكن لاجل حضرتك محتاجين نستعرض مع الساده المشاهدين قائمه النادي الاهلي من اللاعبين، وكمان بعد ما نستعرض القائمه مع سيادتك محتاجين كمان نتكلم عن يعني من وجهه نظر سيادتك الفنيه ايه احسن تشكيل ممكن يلعب بيه النادي الاهلي؟ اتفضل يا كابتن. طيب هو التشكيل اللي موجود عندنا دلوقتي نبيل شريف ومحسن رمضان، اسلام راضي، عبد الرحمن فيصل، تحب نقول الارقام ولا نخليها؟ لا اتفضل، لا قول الاسامي كده، ارقام باينه على الشاشه يعني، ابتدي حاجه تاني من عند نبيل برضه. عبد العزيز ايهاب اللي هو زيزو، محمود عبد العزيز جده، عبد الرحمن طه حارس المرمى، احمد خيري، عمر سامي، ابراهيم المصري، محمد لاشين، محمد مجدي، ياسر سيف، احمد هشام سيسا، احمد عادل، محمد ابراهيم، وعمر خالد اللي هو كاستيلو.
نعم. عايز بقى من حضرتك من وجهة نظرك يعني الفنية، ايه التشكيل اللي شايفه كان يعني مناسب من متابعتك للمباريات اللي فاتت؟ مين التشكيل اللي شايفه اقوى تشكيل عندنا او التشكيل اللي فايق؟ يعني هو اعتقد ان هو في اخر المباراه اللي فاتت كان ياسر سيف الحقيقه كان ماشي كويس قوي جنب المصري في الدفاع، عملوا قفله كويسه جدا هي اللي خلت اول خمس ست هجمات من فريق مونبلييه مش عارف يسجل فيك هدف، وكانت وبالتالي كانت موفقين فيها. الصحوه دي كانت من الشوط الاولاني في من نهايه الشوط الاولاني لما بداوا يهاجموا علينا بسبعه، لما بداوا يهاجموا بالظبط قلت لك حتى ان نعم. لما هاجموا سبعه صحوا الدفاع صحيح، فيعني هو احنا لازم نشكره ان هو صحلنا الدفاع شويه. ياسر اعتقد ان ياسر سيف ماشي اكتر دلوقتي، انما هو الاساس بيبقى ايه؟ بيبقى المصري وجنبه عبد الرحمن فيصل، هم دول اساس ثلاثتين اللي موجودين في النادي الاهلي دفاعية. تمام. بيجي بعدهم بيجي ياسر سيف ممكن مجدي الجديد. مجدي كان هايل الماتش اللي فات. مجدي هو كان بيلعب اصلا في ثلاثه، بيدافع في ثلاثه وهو مدافع كويس، بس يمكن لسه الانسجام ما بينه وما بين المصري او ما بين ياسر تيكس تايم يعني، فخلينا ايه منتظرين عليه. فاعتقد ان في الشكل الدفاعي في ثلاثتين انا ارشح ان هو يكون ياسر سيف، ولو اني اعتقد انه هيبدا بفيصل عبد الرحمن فيصل والمصري سابق والمصري، ولو طلع فيصل ممكن ياسر سيف ممكن تمام. ومجدي ممكن ياخد وقت في ثلاثيه برضه احتمال كبير. طيب. لان عندك ممكن هيبقى التغيير غالبا، انت عندك بتغير عشان احمد عادل بينزل كلاعب دايره، فلو فيصل هو اللي موجود يبقى تغييرة المصري هيكون احمد عادل. اذا ياسر هو اللي موجود هتبقى تغييرة المصري بخيري. تمام. غالبا. طيب مين الظاهرين اللي هيبقوا موجودين؟ اعتقد انه هيبدا النهارده بمحسن رمضان، ستارت بمحسن رمضان. نعم. لاشين عمل جيم كويس قوي واخد جزء كبير قوي في الماتش اللي فات. نعم. لكن اعتقد لازم محسن رمضان كمان ياخد، لان انت المباراه دي هي مباراه في المحصله، هي بطولة قوية لكن هي في المحصلة مباراة تجريبية، انت عايز تدي مساحات للاعبين. هيجي بعد كده عندك في الوينج رايت، الرايت وينج هيجي عندك اعتقد ان هو بدأ الماتش اللي فات بعمر سامي، اعتقد النهاردة هيبدأ بكاستيلو. تمام. عشان يبقى مديله برضه الستارت يعود اللعيب، وعلى فكره هو ما بيثبتش، هو ده وضع طبيعي. صحيح. انا ممكن اكون انا النهارده اللي عامل ستارت تيم، ممكن اكون الشوط الثاني، ممكن اكون انا التبديله. واعتقد ان سيسا ممكن ياخد جدا في الجناح الايسر. بكده اعتقد ان التيم يبقى تشكيلته كويسه في الشكل الدفاعي. سيسا عنده ميزه انه بيقدر يدافع في اثنين، فتقدر تستخدم خيري اذا كنت عايز تجري بسرعه، يعني عايز تعمل حاجه اللي هي اسمها الارسال السريع او الفاست سنتر عندنا. اذا كان ميال لده يبقى لازم يبقى خيري في الملعب وجنبه سيسا هو اللي في اتنين، ويبقى عبد الرحمن فيصل والمصري، لان من الشكل ده تقدر تعمل الفاست سنتر او سنتره سريعه. بالظبط. لو انت مش هتعمل بس ده ممكن تاثر عليك شويه في الدفاع، لانه انت عندك خيري برضو في الالتحامات مش هيبقى بالقوه. ما انت خيري غالبا بياخد واحد في الدفاع بيدافع مكان الوينج. تمام. واخد بالك عشان يبدا هو الانطلاقه بتاعه، يبقى مفيش فيه احتكاكات كتيره، وفي نفس الوقت بيبقى جاهز لنقل العمليه من الدفاع الى الهجوم اسرع. اتمنى ان النادي الاهلي يبقى حاطط في دماغه انت بتلاعب منتخب عالم، مش نادي برشلونه. كم خبرات عالي جدا، لعيبه بتلعب مع بعض بقالها فتره، فالانسجام موجود. لازم نتعلم ازاي نلاعب الفرق اللي بالشكل ده. عايزين نشوف النهارده ديفيدز هيتصرف ازاي ولاعبتنا هتتصرف ازاي، وعندي ثقه كبيره فيهم ان هم يقدروا يعملوا شكل افضل. اكيد. اعزائي المشاهدين خلينا نطلع لفاصل سريع ونرجع بعد الفاصل نكمل تغطيتنا المستمره. الاهلي وبرشلونه نهائي بطوله الابطال الوديه التي تقام في البوسنه، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد ومكملين تغطيتنا المستمره. الاهلي وبرشلونه في نهائي بطوله الابطال الوديه لكره اليد التي تقام في البوسنه. الحقيقه الفرقتين دلوقتي بيسخنوا، اكيد هنجيب لحضراتكم لقطات من ارض الملعب. اجل ضيفي كابتن محمد عبد الله، يمكن كنا بنتكلم عن في الفاصل مع بعض عن الطريقه الامثل للدفاع والهجوم مع فرقه كبيره زي برشلونه. هل اللعب السريع مطلوب؟ هل ان انت تاخد وقتك في الهجمه؟ ودفاعيا هل تقابل
بدري ولا تقف على الدايره؟ يعني شايف ازاي ممكن طبعا الماتشات اللي زي دي يا كابتن هيثم لازم انا كمدير فني موجود بره على الخط، انا ببقى عامل سيناريو للمباراه، بقدر اقسم المباراه على حسب الفرق اللي قدامي، اول 10 دقائق وتاني 10 دقائق وتالت 10 دقائق، اقدر اعمل سيناريو لكل 10 دقائق ان انا امشي بفرقتي بحيث ان انا ما اوسعش الفارق او ان انا ابقى متميز عن الفرق اللي قدامي. انا شايف طبعا الطريقه الامثل لفرقه النادي الاهلي ان هم يلعبوا 6-0 دفاع متقدم، بحيث ان هم يقفلوا الثغرات اللي ممكن تقابل فرقه برشلونه، بحيث ان عندهم خط خلفي عالي جدا وموفق جدا في التصويبات بتاعته، فلازم يحصل تعاون بين الخط الخلفي بالذات الناس اللي هتلعب في 3-3 زي عبد الرحمن فيصل وابراهيم المصري، بان هم يوجهوا الناس الموجوده بتلعب في الباكات 2-2 بحيث ان هم يضيقوا الثغرات بينهم بعض، بحيث ان هم يحجموا فرقه برشلونه ان هم يقدروا يستفيدوا باي ثغره في دفاع النادي الاهلي. طب ده دفاعيا، طب هجوميا شايف احنا ممكن هل نلعب سريع ولا ناخد وقتنا في الهجمه؟ والله لو اتاح الفرصه ان احنا نلعب هجوم خاطف نلعب هجوم خاطف، هو ده اللي ده اللي هيميزنا. برشلونه ترصت هتبقى صعبه. ده اللي هيميزنا، احنا الدفاع المنظم الهجوم المنظم بالنسبه لفرقه النادي الاهلي هيبقى صعب جدا على دفاع برشلونه، لان هم فرقه كويسه جدا وبيقدروا يغطوا على بعض كويس وبيقابلوا كويس واجسامهم كبيره، فهم بيقدروا يملوا الفراغات اللي ما بينهم. لكن ان انت تقدر تستثمر قطع الكوره او ان انت تهاجم هجوم خاطف بحيث ان انت تقدر تنقل الهجمه بتاعتك بسرعه وفي نفس الوقت ترجع تدافع عليهم كويس. كويس، يعني حضرتك شايف ان لو عندنا فرصه في اللعب السريع نلعب، ما كانش هو غالبا اي داعي للاستعجال. انا ابدا الهجوم الخاطف بتاعي الفاست بريك، بمجرد ان هو يقف ابدا اخد نفسي وابدا انظم هجمتي بحيث ان انا استفيد من الثغرات اللي ممكن تتفتح قدامي، وان اللي يجي له فرصه يقدر يستثمرها ويبص على الجول كويس، هو ده اللي هيفرق في الخبرات في الملعب. ده اللي هيفرق في الخبرات في الملعب بين لعيبه الاهلي ولعيبه برشلونه. طب كابتن فوزي، يمكن المباراه اللي فاتت شفنا غياب بعض الشيء للاطراف سواء الوينج ليفت او الوينج رايت، ما سجلوش كتير في ماتش مونبليه. انا هقارن شويه ماتش مونبليه بماتش برشلونه، هما الفرقتين تقال يعني، يمكن فرقتين اوروبيين وجايين. بس برشلونه اتقل طبعا. انا بتكلم على انه يعني ان احنا برضو في مباراه تقيله زي مونبليه ما لعبناش بالاطراف او الاطراف ما كانتش مسجله بشكل كبير. شايف ده النهارده هيتكرر ولا النهارده ده المفتاح ان انت تلعب؟ قبل ما هتكلم في الموضوع ده هكمل على كلام كابتن عبد الله. فرقه برشلونه من اسرع الفرق اللي بتعمل فاست سنتر. يا ساتر، سرعه هنشوفها دلوقتي قدامنا، هتشوف يعني بامانه بكلمك بجد. من اسرع الفرق، لازم يتسيطر على الكلام ده. نيجي بقى لموضوعنا، استغلال الاجنحه. اولا انت بتلعب قدام فرقه برشلونه هي عباره عن كتل متحركه جنب بعضها، اولا الناس بتلعبها كتير جنب بعض فهضمين بعض جدا بدرجه عاليه، تشكيله الدفاعات من 6-0 عالي ل 6-0 نازل ل 6-0 مسطح ل 5-1 ل 3-2-1، كانوا بيغيروها جوه الهجمه الواحده، بيغيروا اشكال الدفاع 3-4 مرات، هتشوف الكلام ده. هم فاهمين قوي في الحته ديت، فهيعملوا على ارباك فرقتنا. عشان كده انا قلت ايه، لازم فرقتنا تبقى فيه اطاله شويه لزمن الهجمه. انا بتكلم طبعا عن الهجوم المنظم مع كابتن عبد الله، اذا اتيحت لي الفرصه ان انا اخلص الفاست بريك بتاعي، خلص سواء من 1 باس او 2 باس او 3 باس، يعني الموجه الاولى او الثانيه او الثالثه، اخلص وارتاح ما اخشش في مهاتره ان انا العب 1 اند 1 قدام الاجسام دي بقوتها. طيب لو انا بقى وصلت للنقطه دي هعمل ايه؟ لازم الملعب يتفتح لاقصى درجه. عمر الملعب ما هيتفتح الا لما الكره بتوصل للوينجات. عمري ما هقدر افتح، ودي احنا شفناها كانت ملحوظه لاحظناها في الماتش اللي فات، عشان الديفنس يستريتش بالظبط بالظبط، عشان اقدر اجمع الناس في حته وافضي لحد في مكان تاني، يعني اجمعهم ناحيه الرايت وافضي لناحيه الليفت، يبقى 2-2 في مساحه اكبر، يقوم يقدروا يتصرفوا بالمهاره الفرديه بتاعتهم. انما لو عملنا زي المره اللي فاتت اعتقد ان هيبقى الامر صعب جدا، لان كمان حراسه المرمى ورا الدفاع الاسباني تقيله جدا، فانت زهربت من دول مش هتهرب من دول. الحاجة الأخيرة اللي لازم نقولها ولازم يبقى لعيبة النادي الأهلي حطاها في اعتبارها بشكل قاسي، ما ينفعش أضيع
كوره واثنين في الكور الفرص صح. السهله ما ينفعش ولا ضرب الجزاء ولا يعني الحاجات دي مهمه. اضمن السهل الاول. خلينا نقول ان احنا اولادنا ستيل لسه بيكتسبوا الخبرات ولسه في بدايه الموسم احنا المتوسط الاعمار بتاعتنا صغير، الخبرات موجوده في 2-3 لعيبه فقط، لكن الباقي معظمهم ما عندهمش خبرات المباريات الثقيله اللي بالشكل ده. خلينا نشوف اللقطات دي يا كابتن. يعني النادي الاهلي هيلعب بالقميص الاحمر، هيلعب باللون الرئيسي ليه، وبرشلونه هيلعب بالاصفر لانه اللون الثاني بتاعه اعتقد اصفر. بالظبط. لان هو كده واضح ان النادي الاهلي هو الاول او المكتوب الاول في السكور شيت، ولانه كان مجموعه ايه تقريبا وبرشلونه كان مجموعه بي. فالنهارده النادي الاهلي هيلعب بالقميص الاحمر الاساسي والمعروف عن النادي الاهلي، بيبقوا متفقين عليها في الاجتماعات الفنيه قبل البطوله. انا الماتش ده فبكل ماتش محدد، حتى الحكام كمان، حتى الطاوله بره. طب كابتن محمد، سؤال صريح، يعني كنت تتوقع وصول النادي الاهلي للنهائي؟ لا طبعا، هيبقى صعب جدا. كان كنت متوقع في وجود صعبة. في وجود برشلونه ومونبيليه بس كون ان الاهلي يوصل المباراه النهائيه ده نجاح لفرقه النادي الاهلي، وانا بقدر فرقه النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي ان هو اتاح الفرصه للنادي الاهلي ان هو يلعب في بطوله زي دي. كابتن فوزي، كنت تتوقع يعني صعود او وصول النادي الاهلي المباراه النهائيه؟ بنسبه ما. قد ايه؟ يعني نسبه يعني فوق 60%. كنت متوقع. لسبب احنا التيم بتاعنا بيقدم مردود كويس بقاله فتره. بدايه فتره الاعداد انا شايفهم جديين جدا، وحاسس بان الفرقه ملمومه كويس. صحيح مونبلييه وقف سكتنا، مونبلييه احنا ما قدرناش نفوز عليه، لكن اتعادلنا معاه وفارق الاهداف هو اللي وصلك. ففارق الاهداف ده هو اللي ريحني ان احنا بنسبه كبيره هنكون في الماتش النهائي. وات ايفر، انت بتلعب مع فرق تقيله جدا من صربيا ومن اوكرانيا من سلوفينيا من اسبانيا من فرنسا، فانت بتلاعب مدارس مختلفه في كره اليد، وده في حد ذاته شيء كويس جدا جدا، ويدي كم خبرات ممتازه للاعبين بتوعك هيساعدهم في اجتياز المباراه الصعوبات اللي في البطولات اللي هي هتقابلهم. كابتن محمد، شايف النهارده انه بالبطولات دي والمستوى اللي بيلعب فيه النادي الاهلي النهارده، يمكن انا كنت دايما بضرب المثل بفريق كره القدم، فريق كره القدم وصل من كتر مشاركاته الافريقيه والدوليه ومباريات صعبه حتى في الدوري، اللعيبه اكتسبت خبرات بقت يعني في ثقل يعني، وكان ابرزها او اشهرها مباراه الوداد في الفاينل، يعني مباراه صعبه وكل الدنيا ضدك بس اللعيبه عندها خبرات، بقى صعب اللعيبه دي تفك في الملعب او ان هي يعني تهزم نفسيا داخل الملعب. شايف النهارده كره اليد ماشيه على نفس الخطى؟ لان ده اكيد تخطيط مجلس اداره النادي الاهلي انه واداره النشاط الرياضي انه يوصل بالفرق من الخبرات من خلال المشاركات الدوليه، شايف ده ازاي؟ بص يا كابتن هيثم، الاعدادات اللي بيبقى فيها فريق النادي الاهلي في الفتره اللي فاتت والبطولات اللي لعبها اديته اولويات كتير قوي ان هو ممكن يعدي فرق موجوده في سواء الدوري المصري او الدوري او البطولة افريقيا او على مستوى افريقيا. فرقه النادي الاهلي بالخطوه اللي هم بيعملوها دلوقتي ان هم بيبقى فيه فراغ بينه وبين الفرق اللي وراه، هو قرب من الفرق، دخل في الفرق بتاعت اوروبا، وده كان تخطيط مستر ديفيد ديفيز من اول ما جه. طبعا مستر ديفيد يعني من ساعه ما كان ماسك المنتخب وهو طبعا ليه رؤيه في الاعدادات والحاجات المباريات الوديه اللي هو يقدر يقرب بيها من الفرق الاوروبيه. فكون ان الاهلي يوصل للمرحله دي ده حاجه كويسه جدا، وهيبقى فيه فارق وهيبقى يمكن هيبان الكلام دوت في سوبر جلوب ان شاء الله. ان شاء الله، لان الفرق اللي موجوده انا قلت لحضرتك ان هي ممكن أقوى من اللي موجود في السوبر جلوب، ممكن هتلاقي فرقه او اتنين من اوروبا زائد فرقه من امريكا الجنوبيه، فرقه من افريقيا، فرقه من اسيا، لكن وفرقتين مثلا من البلد المضيف السعوديه النور والنصر، فهتلاقي لا انت بتلعب بطوله عالم مصغره. صحيح يا كابتن. طب كابتن فضلي، راي حضرتك في الكلام ده ايه؟ كابتن محمد بيقول طبعا اكيد هتكتسب خبرات، بالاضافه ان انا عايز ازيد على حاجه ان احنا او اللعيبه الفريق ده عانى كثيرا من الاخطاء السهله اللي في اخر المباريات اللي ضاعت منها بطولات كتير اخر موسمين بسبب نقص الخبره.
شايف اللي احنا ماشيين بيه ده هو العلاج يا كابتن فضالي ولا ممكن محتاجين لسه وقت؟ احنا ماشيين في خط صح، انما لسه محتاجين وقت. يعني عشان اكون واضح، الامر ما بيجيش بسهوله. الانسجام ما بين اللاعبين، قراءه المدرب لافكار اللاعبين، قراءه اللاعبين لافكار المدرب، انسجام اللاعبين ما بينهم، الهارموني ده بياخد وقت. بيظهر امتى بقى الحقيقه؟ وده يعني لازم نشكر القائمين على التخطيط لكره اليد، سواء النشاط الرياضي او رئيس الجهاز او الجهاز نفسه. نعم. الحقيقه نشكرهم، لان التخطيط ده كويس، لان اللي قرب المسافات مش المباريات السهله، المباريات دي مباريات اللي انت تبقى ند فيها او هو اقوى منك بشويه. طبعا مش يعني احنا بنتكلم شويه كتير النهارده برشلونه، لكن ده شيء لازم تخوضه. هنا دي خبرات ودي خبرات ودي خبرات، انت محتاج كل الخبرات دي. الخبرات دي هي اللي مش هتخلي عندنا بقى الميس باس كتير، الاخطاء كتير، الحجم اللي احنا شفناه في الماتشات اللي قبل كده، او سواء في الدوري نفسه او في المباراه السابقه، اكيد هتنتفي مع الزمن. طيب خلينا نذكر الساده المشاهدين بتشكيله الجهاز الفني للنادي الاهلي طبعا قبل انطلاق المباراه. يمكن يعني محتاجين نلقي الضوء على القيادة الفنية ومين اللي بيقود هذا الفريق هذا الموسم. ابتدي برئيس الجهاز كابتن ياسر لبيب، المدير الفني الاسباني مستر ديفيد ديفيدز، كابتن محمد ابراهيم المدرب العام، والكرواتي فينيو لوزيرت مدرب حراس المرمى، ودكتور عمرو يوري اخصائي العلاج الطبيعي. ده كان جهاز النادي الاهلي. والحقيقة انا عايز اشير ان مدرب حراس المرمى فينيو هو من أبناء مونبلييه الفرنسي، هو اشتغل فترات طويلة جدا مع مونبلييه. وده زي ما حضراتكم شايفين تشكيل الجهاز على الشاشة. تاني كابتن ياسر لبيب رئيس الجهاز، واللي دور كبير جدا جدا في تجهيز هذا الفريق وقيادته، الكابتن ياسر لبيب ابن النادي الأهلي، الأسباني ديفيد ديفيدز المدير الفني، محمد إبراهيم المدرب العام، الكرواتي فينيو لوزيرت مدرب حراس المرمى، دكتور عمرو يوري اخصائي العلاج الطبيعي. ده الجهاز الفني. شايفك كابتن فوزي عايز تعلق على حاجه. الاسماء الحقيقه لما تتكلم عن كابتن ياسر لبيب، كابتن ياسر لبيب قيمه وقامه في كره اليد المصريه. يعني مش مجرد رئيس جهاز بيقود الجهاز وبيخطط وبينفذ وبيحاول ياخد ستيبس للمدير الفني، لا ده بالعكس، ده له فيجن هيقدر يناقش فيها ديفيدز. طب كابتن خلاص لحظاته تنطلق المباراه، كابتن محمد ابراهيم توقعاتك في الشوط الاول؟ ان شاء الله باذن الله تمشي الامور زي ما احنا عايزين والفروق تبقى بسيطه. دي امنيات مش توقعات باذن الله. كابتن فوزي 10 دقائق بس، وبعدين اقول لك انا ما قبل كده الحقيقه صعب. دي امنيات وليست توقعات. كل احنا خلينا في الامنيات في الامنيات قبل. طب خليها امنيات يا كابتن فوزي. ان شاء الله نتمنى ان هم يبداوا ستارت كويس، ان شاء الله نعمل ماتش كويس، وانا متفائل باذن الله النادي الاهلي هيعمل مباراه جيده. توكلنا على الله. نروح لمعلقنا كابتن عصام منيسي عشان ننقل لحضراتكم الشوط الاول، الاهلي وبرشلونه نهائي بطولة الأبطال الودية التي تقام في البوسنة. فإلى هناك. شكرا معلقنا كابتن عصام منيسي. إذا انتصفت المباراة بتقدم برشلونة 23-12. الحقيقة النادي الأهلي يمكن يعني بيلاعب بطل أوروبا بطل العالم. النهاردة النادي الأهلي محتاج الشوط الثاني يكون أقوى دفاعيا عشان يقدر يعود إلى المباراة من جديد. أرجع لضيوفي كابتن فوزي فضالي وكابتن محمد عبد الله. كابتن فوزي يمكن الشوط الأول عندك كتير تقوله. والحقيقه يعني احنا كنا بنتكلم على فرقه برشلونه، متهيألي احنا شفناها كويس النهارده. يعني فرقه ما بتهزرش، ما دفاع قوي جدا، سرعه جدا. هي الملحوظه ان فرقه برشلونه لعبت معظم اهدافها من منطقه النص، ما يمكن الوينج ما دخلش، وينج رايت دخل كوره واحده واتشالت، والوينج ليفت دخل كورتين حط كوره واتشالت الثانيه. يمكن الباك رايت كان اكتر نصيب شويه من الاهداف. يعني ميم فظيع، يعني هو لعيب لما بيتنقل هو اشول لا اما بيشوط ثباتات يا اما بيشوط يخش بالاختراقات، انما هو تعامله مع لاعب الدايره عالي جدا، مش عارفين نقفل الحته ديت خالص، فعامله مشكله كبيره. انما عندي ارقام الحقيقه جايبه لي شويه يعني ارتباك. اتفضل يا كابتن. انت عندك حارس المرمى بتاع برشلونه اسبانيا بتاع برشلونه شايل 11 كوره
منهم كم واحد على الدايره بقى يا كابتن؟ لا من على الدايره ده حوالي 5 يمكن. يعني كور مؤكده؟ ما المفروض غير الدايره معظم الكور دي كانت كلها كور مؤكده، يعني في 9 منهم كور مؤكده. ما فيش غير كورتين بره. انا عجبني جدا النهارده ان مجدي متجرأ انه يشوط من بره، وفيصل عبد الرحمن فيصل متجرأ انه يشوط من بره، لكن في مشكله رئيسيه ان الشوط مش عشان انا اشوط. عايز اجيب، لازم اسجل. بالظبط. يعني انا شايف ان هو عندهم جرأة، خيري بيتحرك بيسيب كور كتيره قوي، عمل 10 تمريرات كويسين وثلاثة أربعة بايظين، لكن اسمه افراط في اللعب. طب يا كابتن حارس مرمى برشلونه تصدر 11 كوره، عندنا في في في, في النادي الاهلي حراس المرمى تصدوا لكام كوره؟ 4 كور، 3 محمد ابراهيم وواحده كانت لعبد الرحمن طه. طب اسمح لي برضو ناخد راي كابتن محمد. كابتن محمد شايف الشوط الاول ازاي، وايه ابرز النقاط اللي حضرتك محتاج تعلق عليها؟ هو انا شايف ان فرقه الاهلي زي ما بقول لحضرتك مش بالفعاليه اللي هي بتاعه المباريات اللي فاتت. دفاعيا ولا هجوميا؟ هجوميا. هجوميا. ده مأثر على الحركه بتاعه الخط الخلفي، وقلت لحضرتك فرقه برشلونه بيحاولوا بقدر الامكان ان هم بيعرفوا يتعاونوا مع بعض في تدقيق مساحات، فمحجمين فرقه النادي الاهلي، محدش بيخش على النص كتير، فلازم نستغل الونجات ولازم نلعب على الونجات بتوعنا شويه. احنا يمكن شبه لاجين الاوناج بتاعتنا، فسرعه الهجمه بطيئه جدا. التكتيك المفروض يبقى افضل من كده شويه في حركه الملعب، لازم اللعيبه تاخد الكوره بالجري مش بالوقوف، بياخدوا الكوره وبعد كده بيفكروا ان هم يتصرفوا فيها. ده طبعا مسؤوليه احمد خيري، لازم يبقى الهجمه اسرع من كده شويه. عندنا لعيبه الخط الخلفي يمكن مع كابتن فوزي شاطوا حوالي 17 كوره على المرمى. هم ولا احنا؟ احنا. النادي الاهلي. اللعيبه بتاعتنا شاطوا 17 كوره، منهم 11 كوره في حوزه حارس المرمى، والخمس كور والست كور التانيين ما بين عارضه وما بين تصويب بره. فطبعا يعني النسبة 17 تصويبه مزد، يعني فقدوا. ضايعه. ده عدد كبير قوي في شوط. الهجوم المس باص 4 كور. طبعا نبيل ومجدي وخيري نصيبه منهم 2، فطبعا الاخطاء بالنسبه لمجرى المباراه كتير على شوط واحد، فلازم يبقى الفعاليه احسن من كده، ولازم يبقى الاخطاء اقل من كده لو احنا عايزين نجريهم شويه. احنا ما عملناش غير هجوم خاطف واحد بس نجحنا ان احنا نسجل فيه، شبه ان احنا ما بنجريش. التعاون بتاع لعيبه الدفاع مع سرعه لعيبه برشلونه المفروض يبقى احسن من كده. نعم كابتن فوزي، يمكن النهارده برضو شفنا يعني ظاهره جديده في النادي الاهلي، وهي السنتره السريعه، محاوله السنتره السريعه في بدايه الجيم، في بدايه الجيم، لكن هي برضو لغايه التلتين الملعب، التلت الاخراني ما بيحصل، اللي هو التلت بتاع الوصول للجون احنا بنقف فيه. معناه وده معناه ان ايه؟ ان احنا بنجري لكن تحركاتنا ما بتتيحش لينا ان احنا نجد ثغره نقدر نوصل ليها الكره، نقدر نحط منها هدف، على عكس الفريق الاسباني. طب شفنا النهارده خيري كمان نجح كتير في خاصه في الشوط الاول في الاختراقات، وان هو يفيد انسايد على الدايره بشكل كبير. ودى عادل 5 مرات، يمكن 4 مرات. معظم التمريرات والحقيقه النهارده بالنسبه للاعب الدايره ممتازه. لكن برضو هرجع اقول ايه، الاهلي في هجومه عمل ايه وفي دفاعه عمل ايه. الاهلي في هجومه كتل كل الهجوم في منطقه المنتصف، كانت اعتماده. انا سعيد بان الناس بتشوط من بره، بس قلت لك الافراط في التصويب من خارج مع جون زي كده، لو بتعادل التصويبات بتاعه فرقتنا هتلاقي ان في لاعب واخد حائط صد في زاويه والجون واقف في الزاويه الثانيه، فبيلاقيها سهله قوي. يعني هي مش عايز اقول، يعني طبعا هو جون طبعا متميز، لكن نعم. الدفاع مساعده، بياخد له الزاويه، بياخد له الزاويه، يتبقى زاويه، خلاص اللعيب مش شايف، مش هيعرف يحط الكره في الزاويه دي، هو واقف في الزاويه الثانيه فالكره ده. فتلاقي حتى معظم الكور حارس مرمى. كابتن استاذنك، هو خلاص المباراه ابتدت، يعني ما ادوش راحه في بين الشوطين كبيره، خلينا نروح لارض الملعب مره اخرى ومعلقنا كابتن عصام منيس عشان نشوف ونتابع احداث الشوط الثاني الاهلي وبرشلونه. فالى هنا.
شكرا معلقنا كابتن عصام منيسي. اذا انتهت المباراه بفوز برشلونه 37-31 في مباراه اكيد استفاد منها النادي الاهلي. النادي الاهلي قبل البطوله اكيد غير بعد البطوله، زي ما حضراتكم شايفين تبادل يعني تيشيرتات النادي الاهلي والشعارات والدروع ما بين الفرق المختلفه، وهو ده النادي الاهلي. يمكن انا عايز بس اشير على حاجه، كابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي بالقميص الابيض وكابتن ياسر لبيب بالقميص الازرق، ويعني يتبادل مع الوفود تيشيرت النادي الاهلي. والحقيقه انا عايز احيي صاحب فكره، يعني انه يعني بنشوف الفريق قبل الماتش بيوزع هدايا على الجمهور تيشيرت النادي الاهلي، زي ما بيحصل في الام بي اي بالظبط، بيبقى بيحدفوا التيشيرتات على الجمهور. الحقيقه دي فكره كويسه جدا. النهارده الجمهور ده هياخد هيلبس تيشيرت النادي الاهلي هيمشي بيه في الشوارع، فالنهارده انت يعني بتخلي النادي الاهلي وتيشيرت النادي الاهلي يعني منتشر حتى في اوروبا. النهارده النادي الاهلي في افريقيا يمكن اكبر فريق، يعني مش محتاجه كلام، ولكن في اوروبا انت النهارده بتنشر شعار النادي الاهلي. ده كاس البطوله، واضح طبعا الاهتمام. البطوله بتتطور يا جماعه من سنه لسنه. السنه اللي فاتت ما شفناش الكلام ده، السنه دي طبعا تطورت بشكل كبير، تطورت على المستوى الفني وايضا تطورت على المستوى التنظيم زي ما حضراتكم شايفين. ملعب حتى ملعب هاندبول ما فيهوش اي تخطيط لاي يعني العاب اخرى، لا مش شايفين تخطيط لسله او لطايره. ارجع لضيوف اللي بحييهم للمره الثالثه، كابتن فوزي فضالي وكابتن محمد عبد الله. كابتن محمد، عندك ما تقوله عن الشوط الثاني واكيد المباراه بصفه عامه؟ هو طبعا نسبه الاخطاء لو احنا قرناها بالشوط الاولاني طبعا قلت شويه، مع ان المعدل التهديفي لفرقه النادي الاهلي افضل من الشوط الاولاني. التمرير الخاطئ اقل بكتير من الشوط الاولاني. انا عندي الشوط الاولاني حوالي 17 تصويب وتمرير خاطئ، في حين ان انت الشوط الثاني 4 اخطاء تمرير. معدل التهديفي لمحسن رمضان افضل بكتير من الشوط الاولاني، يمكن نجم الشوط الثاني جايب 7 اهداف. كان لو احنا استغلينا الاخطاء عدم الاخطاء بتاعتنا في الشوط الاولاني كانت الامور مشيت احسن من كده بكتير، وكان الفرق ممكن قل بكتير. انت يعتبر كسبان الشوط الثاني فرق 5. نعم، لو كان الاخطاء الشوط الاول اقل او فرق الاهداف انت اقل، انت طالع الشوط الاولاني فرق 11 لبرشلونه، الشوط الثاني انت كسبان فرق 5، فالمحصله النهائيه 6 اهداف لبرشلونه. وكمان كونك تسجل 31 هدف في برشلونه في حد ذاته الرقم ده طبعا ده حاجه كويسه. طبعا ان انت تسجل في برشلونه 31 هدف ده حاجه كويسه جدا في وجود نخبه من اللاعبين اللي زي ما قلت لحضرتك في الاول وكابتن فوزي قال منتخب عالم مصغر. بشكر طه، المستوى كان الشوط الثاني كان كويس جدا، قدر ان هو يضيق الفارق شويه. ان شاء الله اللي جاي احسن، واحنا طبعا يعني ده شيء متوقع ان انت تطلع مع برشلونه حاجه زي كده، ده شيء متوقع، بس مدى الاستفاده اللي انت استفدتها ايه، هي دي المحصله اللي احنا نطلع بيها من مباراه زي دي. اشكرك كابتن محمد. كابتن فوزي، عندك برضو الكثير لتقوله، خاصه ان الشوط الثاني افضل كمان من الشوط الاول. الحقيقه طبعا الشوط الثاني افضل بكثير. يعني انت عندك الشوط الاولاني كان فيه 8 اخطاء فنيه، اللي هي التمرير، الاستلام عكسي، الخط، مش عارف ايه. الشوط الثاني 5 بس. بضم صوتي لصوت كابتن عبد الله، انا بحيي طه. الحقيقه طه شاط عليه 20 تصويبه شال 8، نسبه تقريبا حوالي 40%. نعم، انا شايف انها كويسه قوي. يعني هو وجود طه في الجزء ده قرب كتير من المسافات. انا بتفق مع كابتن عبد الله، انت طالع كسبان برشلونه 19 14 شوط تاني، فرق 5 اهداف. 31 هدف في مرمى برشلونه، انا شايف ان ده هي طبعا احنا مضيعين اكتر من كده بكتير قوي، لكن انا شايف ان شيء كويس. طب كابتن اساسا حضرتك خلاص يعني ده الاستعداد لمراسم التتويج. خلينا نرجع لارض الملعب مره اخرى ومعلقنا الكابتن عصام منيسي عشان نعلق ونتابع مراسم التتويج. اليك الكلمه كابتن عصام. Rukometaši Barcelone su po treći put pobjednici TV turnira šampiona u Doboju. Španska ekipa je u finalu nadigrala prošlogodišnje pobjednike rukometaše Al Ahlija. Marra tanija azzajil mušahedin ma marasim tatuig, marasim tatuig dauret al abtal al widdeja al dawlija fi nuskhetha rakam 54
بنشوف امام حضراتكم العملاق الاسباني برشلونه، يليه في المركز الثاني النادي الاهلي، لاعبي النادي الاهلي ابراهيم المصري كابتانو النادي الاهلي، ياسر سيف، لاشين، جدو، سيسا، محسن رمضان المتالق، عمر سامي، زيزو، فيصل، احمد عادل، الوافد الجديد نبيل شريف ومحمد مجدي، عمر خالد كاستيلو، محمد ابراهيم ميحا، واخيرا اللاعب المتالق سنتر هاف النادي الاهلي احمد خيري، اللي بنشوف مستوى متطور ومستوى مغاير عن مستوى الموسم الماضي من احمد خيري. وادي لعيبه فويفودينا، لاعبي فويفودينا الصربي اللي تغلبوا منذ قليل. وادي في الصوره يا جماعه الكابتن هاني النجدي مدير الفريق، والكابتن محمد ابو زيد اداري الفريق، والكابتن ياسر لبيب، ومعاهم الكابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي الداعم لفريق كره اليد، ابن كره اليد اللي بيبذلوا رباعي بيبذل مجهود كبير جدا على المستوى الاداري زي ما شفنا في اطار فني للفريق اللي بيتكون من مستر ديفيد ديفيز والكابتن محمد ابراهيم ومستر فينيو لوزرت مدرب حراس المرمى، ومعاهم الدكتور عمرو يوري على الجانب الاخر في اطار اداري واطار اللي بيتحمل الاعمال الاداريه وانهاء جميع الاعمال الاداريه للفريق الكابتن هاني النجدي مدير الفريق، والكابتن محمد ابو زيد بقياده رئيس الجهاز الكابتن ياسر لبيب اسطوره كره اليد في النادي الاهلي وكابتن النادي الاهلي، معاهم وبيدعمهم وواقف معاهم في ظهرهم الكابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي. نتمنى التوفيق للاعبي النادي الاهلي بعد تحقيق الهدف من الدوره، تحقيق الهدف من معسكر الاعداد اللي بدا يوم 5 اغسطس بسلوفينيا ثم التوجه الى مدينه دوبوج في البوسنه للمشاركه في دوره الابطال الدوليه للعام الثاني على التوالي زي ما شفنا حضراتكم تتويج 4 فرق. اللاعب برشلونه الاسباني هامبوس اللي بيحصل على احسن لاعب في البطوله، جوائز اللاعبين لاعب برشلونه الاسباني لاعب فويفودينا الصربي الباك ليفت، جوائز احسن اللاعبين على مدار البطوله لاعب مونبلييه الفرنسي الخطير سكوبي الخطير القصير المكير السنتر هاف السلوفيني، لاعب سلوفيني مخضرم اللي شفنا النهارده في مباراه تحديد الثالث والرابع لما المدير الفني لفريق مونبلييه قرر ان هو يريحوا على فترات كبيرة تأثر مستوى فريق مونبلييه على مدار الشوط الثاني أمام فريق فويفودينا اللي قدر يعوض فارق الخمس أهداف ويكسب بآدي دي كميم الخطير لاعب برشلونة الأسباني قوة بشرية
باك رايت وهاف Nenad Kosteski, rukometni klub Pelister. Najbolji je igrač na poziciji desnog krila. جوائز اللاعبين على مدار الدورة. Nenadu Kosteskom naknadno ćemo uručiti nagradu. Jaser Mohamed iz Al Ahlija, najbolji je pivot. Jaser Mohamed Saif al-Din. ياسر محمد سيف الدين ياسر محمد لاعب النادي الأهلي في مركز ياسر محمد مركز الدائرة ياسر محمد سيف الدين موهبة كبيرة يا جماعة مواليد 2000 أحد عناصر منتخب المصري لمواليد 2000 الحاصل على كأس العالم في مقدونيا وأيضا حاصل على ثالث العالم مع منتخب 98 للشباب مع الكابتن طارق محروس مستوى مغاير جدا لجميع لاعبي النادي الأهلي مستوى مبشر نتمنى دي حارس المرمى العملاق العملاق بيريز جونزالو أحسن حارس مرمى في الدورة سعداء أعزائي المشاهدين إن لاعب من النادي الأهلي ضمن التشكيلة الرئيسية للبطولة لاعب الدايرة ياسر سيف الدين اللاعب الناشئ مواليد 2000 Sedmo mjesto zauzeli su rukometaši Celja, šestoplasirana je ekipa Pelistera, dok su peto mjesto osvojili rukometaši Zagreba. Slijedi i dodjela nagrada za najbolje ekipe. Krećemo od trećeg mjesta Adi Jesir, El Masri, Lešin, Geddu, Laibin, Sgar Sen, Fennedil Ahli, متوسط أعمار متوسط مشروع كبير بدأوا النادي الأهلي لتكوين فريق يحصد جميع البطولات في انتظار أدي أحسن لاعب في البطولة لاعب فويفودينا الصربي أحسن لاعب في البطولة $5000 جايزة أحسن لاعب في البطولة يحصل عليها لاعب فويفودينا الصربي زي ما قلنا حضراتكم مشروع كبير بيعمله النادي الأهلي لفريق كرة اليد ومشروع كبير بيعمله لفريق كرة السلة إبراهيم المصري أحسن مدافع في البطولة أحسن مدافع في البطولة إبراهيم المصري لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر صخرة الدفاع المصرية الأهلوية المصنف من أحسن 10 مدافعين على مستوى العالم وفقا لأرقامه في بطولات العالم السابقة مع منتخب مصر ومع النادي الأهلي لعيب كبير سنة أولى كابتانه مع النادي الأهلي آدي حارس المرمى فيليب ساريتش حارس مرمى برشلونة وجائزة أحسن ناشئ في البطولة أدي لاعبي برشلونة الأسباني اللي بيستعدوا لبطولة دوري أبطال أوروبا وبطولة الدوري الأسباني مونبلييه اللي بيستعد للدوري الفرنسي وبطولة دوري أبطال أوروبا فويفودينا الصربي المركز الثالث كلمة لرئيس البطولة سابدو أم تشستيتم نوويه 5 دانا بريليبوك تورنيرا
a za tu se vi zasluži i svaka čast na ovakvoj posjećenosti. Li bi haji الحضور وبيحيي الجماهير اللي مالية صالة السوبر نوفا في مدينة دوبوج بمقاطعة سيربيسكا في البوسنة والهرسك، جمهورية البوسنة والهرسك، إحدى دول معقل كرة اليد على مستوى أوروبا وعلى مستوى العالم. ابتدت دورة الأبطال الدولية في نسختها 54 بتتطور البطولة عن الموسم الماضي، بتتطور جماهيريا وفنيا ومستوى الفرق والحضور الفرق، وأيضا بتتطور على المستوى المادي. زي ما قلنا حضراتكم وإحنا في مراسم التتويج لدورة الأبطال الدولية، النادي الأهلي هيشارك هذا الموسم هيشارك النادي الأهلي هذا الموسم في 7 بطولات. نتمنى التوفيق. وفي الختام أعزائي المشاهدين جماهير النادي الأهلي العظيمة، نتمنى أن نكون قد أمتعناكم بمباراتين تحديد مركزي الثالث والرابع ونهائي البطولة، نهائي الدورة. ننتقل الآن إلى استوديوهاتنا بقناة الأهلي مع الكابتن هيثم السعيد ومحللي النادي الأهلي الدكتور فوزي فضالي والكابتن محمد عبد الله. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما تابعنا مع حضراتكم مراسم التتويج، يمكن النادي الأهلي يعني فاز بالمركز الثاني. النادي الأهلي كان حامل اللقب السنة اللي فاتت. بطولة زي ما حضراتكم شايفين يعني بتتطور من يعني زي ما يعني طبعا ده يعني تتويج المركز الثاني، وكابتن الفريق كابتن ابراهيم المصري، والحصول على شيك 10,000 يورو. الاول خد برضو كاس وخد 15,000 يورو، يعني بتبقى يعني مبالغ رمزيه، ولكن البطوله بتتطور بشكل كبير. يعني يا كابتن فضالي يمكن زي ما حضرتك شايف يعني عاملين كؤوس الدوره دي، وعاملين بعض الهدايا وبعض الهدايا الماديه طبعا للفرق ومنها نادي الاهلي. يعني تعليق حضرتك عليه. سعيد بياسر انه يحصل على لسه صغير لقب. اولا ولد صغير، انا متوقع له الحقيقه مستقبل ممتاز، وهو بيطور نفسه بصراحه، بيشتغل على نفسه كويس، وده شيء كويس. يعني ما استسلمش لما جه مستواه نزل شويه السنه اللي فاتت، بل بالعكس اشتغل اكتر وطور نفسه. ولولا الاصابه لو تتذكر في البطوله الاخرانيه، الولد كان ممكن يكون له مكان كبير قوي في بطوله افريقيا الاخرانيه. طب خليني بس عايز اخد راي حضراتكم في يعني في موضوع انا خدت بالي منه. مستر ديفيدز النهارده برغم انه حريص يطلع شكل حلو قدام برشلونه، بس اشرق كل اللاعبين، مفيش حد ما خدش. يعني انا مش شايف حد ما خدش، يعني او محدش، يعني انا مش حاسس مين اللعب ومين ما لعبش. فالنهارده برضه هو بيحاول يستفاد من المباراه، بيخلي اكتر اللاعبين يستفاد. يعني هو مش كانش حريص قوي انه يبقى النتيجه قريبه قد ما هو حريص اللعيبه تستفاد. الفرقتين الحقيقه ما عندهمش الحرص على المكسب او الخساره، مش حتى يعني في كور كتير قوي كان الدفاع ممكن يكون اقوى من كده وافضل من كده شويه، لكن ما عملهاش. ليه؟ لان برضه هم عارفين ان دي فتره اعداد ليهم. فكان فعلا زي ما انت بتقول كل فريق بيحاول يشرك اكبر عدد من اللاعبين عشان يحكم على التصرف بتاع اللعيبه بتاعته. في لو خد بالك في خبرات لمباريات متوسطه المستوى وخبرات لمباريات عاليه المستوى. هو بالنسبه له يعني تقييمنا احنا متوسط المستوى، لكن احنا بالنسبه لنا الخبرات بتاعت عاليه المستوى. لما اجي اقول ان انا اخطات 5 اخطاء في الشوط الثاني و8 في الشوط الاولاني، ادي 13 كوره ما قدرتش اوصل بيهم للمرمى. لو نزلت الاخطاء دي للنصف النهارده تقرب قوي النتيجه. صحيح. ده انا ما اتكلمش لغايه دلوقتي في التصويبات اللي تم صدها او اللي ضاعت مننا، ودي كانت النهارده الحجم بتاعها. فاكر في بدايه اللقاء قلنا ايه؟ قلنا مهم ان اللعيب يهتم قوي بانهاء الكوره. صحيح.
عملنا ستارت كويس كهجمات وتحرك كويس، لكن انهاء الكوره هو اللي كان سيء جدا عندنا. تحسن جدا في الشوط الثاني. انا يعني مش يعني ممكن يكون طبعا اخذوا دش ما بين الشوطين فاقوا شويه خرجوا بره بقى ايه يعني احنا بنلعب لعيب برشلونه عادي يعني. في خضه في الاول لازم مليون تبقى. المية في خضه لعيبه بتفرج عليها في بطولات عالم بيلعبوا فاينل متفقين ان اللي لعب في كاس العالم على المستوى الكبار من اللعيبه اللي موجوده في الملعب دي مين؟ ما فيش. هو ابراهيم المصري بس كل لاعب محسن رمضان. محسن رمضان لا انا بتكلم على مستوى كبير. هو محسن كبار. رمضان ابراهيم المصري محسن رمضان ابراهيم المصري وبس مفيش حد لعب يعني فاذا انت مفتقد الخبرات دي فعلا. هات لي واحد تاني ممكن انا اكون ناسيه. مفيش. هما الاثنين يعني هتقول لي لعب بقى في منتخب شباب او منتخب ناشئين. لا 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 ده ليفل وده ليفل تاني خالص. حي فرقه النادي الاهلي، حي ديفيز على جرأته وانه يلعب ويبدا كده. انا مستبشر خير امانه. ممكن احنا لسه ما نكونش وصلنا للشكل اللي هو عايزه. هنوصل انما هنوصل. احنا ماشيين في الخط الكويس ان شاء الله. انا كابتن محمد يمكن برضو محتاج اسمع تاريخ حضرتك بشكل عام عن المشاركه والفوائد الكتير اللي استفدناها. والله يا كابتن هيثم بصرف النظر عن المكسب والخساره انا بقيم الامور المحصله ايه، الهدف اللي انا وصلت ليه ايه من خلال المشاركه في بطوله زي دي. طبعا الهدف في حاجات كتير داخل الهدف اللي انا سعيت ليه، وان انا طبعا اوصل للمباراه النهائيه مع برشلونه دي. طبعا ان انا يعني اهيئ لعيبتي لمباراه زي ديت ومباريات زي ديت في وقت قليل، وتقسيم الاحمال على اللعيبه في خلال البطوله دي. طبعا ده اكتساب للخبرات بتاع اللاعبين كمان. في لعيبه صغيره في السن، يمكن انا من خلال البطوله زي دي كده والمشاركه انا ممكن كسبت مشاركتها زي جدو واسلام راضي ومجدي طبعا جديد ونبيل شريف حارس المرمى ومحمد ابراهيم طبعا كان مصاب الفتره اللي فاتت، فكون ان هو يشارك برده في ماتشات زي ديت برده ترجعه تاني لمستواه شويه. المهمه بقى بتاعت انا كلها التقييم بتاعي للمعسكر من اول فتره الاعداد لحد ما نهيت البطوله. ليه اللي جاي بقى ان انا اخش بطوله الدوري وانا طبعا في كامل فورمتي، وان انا ابدا وانا طبعا معايا بدائل كتير موجوده على الدكه اقدر استفيد بيها. زائد ان انا طبعا قلنا في الاول ان احنا عندنا 7 بطولات الموسم دوت، فنقدر ان شاء الله نهيئ اللعيبه بتاعتنا ان هم ياخدوا البطولات اللي جايه بخبراتهم اللي اكتسبوها من المباريات اللي زي دي. ويمكن الحقيقه كابتن رشاد برضو من احد يعني الحمد لله برضو المكاسب ان احنا عملنا المباريات دي بدون ما حد يتصاب. يعني انا دايما بقول ان انت تخش في فرقتك بطوله وتطلع منها زي ما انت، ده مكسب كبير جدا. انت لا قدر الله لا حد يكون عنده حاجه تخبط خبطه. احنا شفنا طبعًا. في كسر في الفك السنه اللي فاتت في بطوله ابطال الكؤوس شفنا 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 يعني انت عندك افضل لعيب في في في, في برشلونه هيغيب سنه اتصاب هيغيب سنه سنه قطب وسط الفرقه كتير. فالحمد لله ان احنا طلعنا دي برشلونه مش مش احنا. فالحمد لله طبعا التيم 17 لعيب زي ما هم ده شيء كويس جدا. اخذوا خبرات لا باسيه، بس اعتقد عشان تقدر تعافر في ال7 بطولات القادمين اعتقد ان لازم يكون في احتكاك تاني وتالت زي ده خلال الموسم ان شاء الله. كابتن فوزي فضالي نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر نورتني وشرفتني وبشكرك شكرا جزيلا. انا اللي سعدت وشرفت بالمشاركه في قناه النادي الاهلي في تحليل مباراه للنادي الاهلي، بمشاركه حضرتك وكابتن محمد عبد الله. واشكركم جدا. دايما منورنا يا كابتن. الله يخليك. كابتن محمد عبد الله نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر بشكرك نورتني وشرفتني. شكرا يا كابتن هيثم، وان شاء الله يعني معاكم على طول كده في قناه الاهلي ان شاء الله في تقدم الزهار. وبشكر مجلس اداره النادي الاهلي ان هو اتاح الفرصه للمشاهدين ان هو يشوف بطوله زي دي على قناه النادي الاهلي. اشكرك يا كابتن نورتني وشرفتني. اعزائي المشاهدين دي كانت البطوله وكانت النهايه. النادي الاهلي لعب الفاينل مع اكبر نادي في كره اليد في العالم برشلونه. مكاسب عديده من هذه المباراه، مكاسب ايضا يعني لا تحصل للعيبه اصحاب السن الصغير. وخليني اشكر كل القائمين
على إدارة هذا الفرع، فرع كرة اليد في النادي الأهلي، بالدعم والدعم الفني والصفقات وكل شيء. ربنا يعين هذا الفريق، 7 بطولات هذا الموسم. بشكركم شكرا جزيلا لحسن المتابعة، وإلى جولة جديدة من جولات استوديو الأبطال.